هذا واحد التصويب للسيدة أمل، هذاك الرجل أصبح دكتور. يعني جيتي معطلة سيدي الحاج. شخصيا هنيئا للأستاذ عماد الزراوي اللي نيل درجة الدكتوراه. في الحق الأستاذ عماد الزراوي واحد الطاقة في الجهة في جميع المنتديات الحقوقية والمنتديات الثقافية. اليوم نجد الأستاذ عماد الزراوي من الأولين في الأنشطة. الموضوع سبق له أن شارك به أمام جمعية محامي الشباب في مناسبة سابقة وأمام جمعية أخرى. الآن نلتقي مرة أخرى في إطار الائتلاف المدني للدفاع عن حقوق النساء حول موضوع القانون 113. في الحقيقة أنا الأول على أن مبروكش نعطوا على القانون. نتحدث عن القانون الجنائي. نتحدث عن القانون المصرفي الجنائي. ونتحدث عن آلية تكفل وحدها هي اللي كتبقى لنا في هذا القانون. لأن وكأننا انطرت علينا الحيلة حينما نتحدث على أن حماية حقوق النساء على ضوء القانون يتبادر إلى ذهن المتلقي على أنه في عندنا هناك قانون خاص بالقانون الإطار كما سبق في الإشارة. أظن صوتي إلى صوت الأستاذة سامية بخصوص المسؤوليات. أنا من حدد المسؤوليات المتدخلين مع الأستاذة سامية زاد واحد المسؤوليات ديال الدولة. راه حينما تحدث عن العنف ما يمكنش أننا نهضرو على العنف ضد النساء وما نضعوه في الإطار الشمولي ديالنا. العنف في الملاعب، العنف في المدارس، العنف في الأسر، العنف ديال الجيران، العنف ديال معنى أنه هو ثقافة والدولة تساهم في صناعة هذا العنف. طبيعي لأن الفاعل الجمعوي الفاعل الحقوقي يتسم بالتحديد الشمولي للأمر. لا يمكن أن نتحدث عن عنف الزوج في مواجهة الزوجة أو عنف الرجل في مواجهة في غياب وضع الأمر في الإطار الشمولي. بخصوص القانون، هل هذا القانون سيساهم في الحد من العنف؟ أكيد على أن المتخصصين في هذا المجال أكدوا على أن هذا القانون ولد ميتا. القانون حينما ينفصل عن الواقع أكيد على أنه لا يمكن أن نترجى منه إلا نتائج ضائعة، والواقع الآن يظهر هذا الأمر خصوصا فيما يتعلق بالعنف الذي يصل إلى المحكمة، وأن النفاذ أكثر من 90% تحكم بالمرارة لغياب الإثبات. بالإضافة على أن المشرع في هذا القانون غابت عنه الوجهة ماذا يريد. أمامي الآن ورقة تقديمية للمشروع لا علاقة لها بالقانون. ورقة تقديمية للمشروع التي لا تقل مما أتت به الوزارة ديال التضامن لا علاقة لها. وأشار الأستاذة سامية على أن من بين الأمور التي جاءت في المذكرة التقديمية على أن المغرب من أجل وضع قانون معياري واضح متماسك، وأكيد على أن كل من اطلع على القانون من شروط التماسك أن يكون قانون واحد. والآن داخل هذا القانون أربعة قوانين: قانون الصحافة، القانون الجنائي، قانون المصرف الجنائية، وداك الشيء اللي بقى لنا ديال آلية التكفل اللي كتبقى في القانون، هو كذلك من دوار المصريين. إذا أكيد على أن معالجنا لهذه الظاهرة ديال العنف يجب أن توضع في هذا الإطار. بخصوص آلية التكفل أعتقد على أنها هي التي يجب أن ينصب عليها النقاش الحقيقي المجتمعي. آلية التكفل لنحمل الدولة تدبير هذا الملف. آلية التكفل بالنساء المعنفات الآن لم يظهر لنا أي إرادة، لم تظهر أي إرادة للدولة من أجل النهوض بهذه الآليات. يكفينا من الاجتماعات التي تعقد داخل المحاكم. في كل مرة هناك اجتماعات ولكن في غياب الموارد المالية، في غياب ذوي الاختصاص كموارد بشرية، أكيد على أن
ان شان هذه الاله تدخل مثل باقي اللجان السوريه التي يمكن ان نتحدث عنها في المجالات. السلام عليكم.